السلام عليكم، هلا والله بالشباب، حياكم الله. مقطع جديد وحلقة جديدة من مهنة لاعب. اليوم عندنا الحلقة رقم 13. قبل ما نبتدي، اللايك، الاشتراك، تفعيل زر التنبيهات، توصلوا هذا المقطع أكثر من 10,000 لايك. شكرا على الدعم بالحلقة اللي راحت، أكثر من 75,000 مشاهدة. شكرا يا شباب. يلا خلينا نروح مباشرة ونشوف شنو عندنا اليوم. اليوم يا مصطفى، اليوم احنا عندنا أعتقد مباراة دوري أبطال أوروبا مع أتلانتا يا ولد. بس خلينا نشوف مباراتنا اليوم من دور ال 16 ويا أتلتيكو مدريد. لعبنا الذهب صح؟ لاعبين الذهب فايزين 1-0 على أتلتيكو مدريد. والله نسيت الصراحة يا شباب، من سجل؟ أنا سجل، لا ما اتذكر والله. اوكي بولونا اعتقد سكيب بعض المباريات، نسوي لها سكيب بعضها نلعب. اوه عندنا اليوفي بعد. اوكي احنا حاليا بيا مركز، احنا بالمركز السادس بالدوري الايطالي ب 44 نقطه، فارق كبير والله على يوفنتوس المتصدر ب 57 نقطه. طبعا بسبب الاصابه يا شباب اللي جت لي بالحلقه اللي راحت، بكسر بالاصبع، فالمدرب خلاني احتياطي. لعبت بمباراه اتلتيكو مدريد اساسي لكن رجعني هسه احتياطي. اتمنى ارجع اساسي. طاقتي حاليا 78 بعمر 20 سنه. يا رب نخلص الحلقه على ال 81 ان شاء الله يا رب، او 80 تكون طاقه حلوه. عندنا 4 نقاط مهاره، سرعه فول يا شباب، فاكيد نخليها. وين هنا عندنا التسديد الانهاء؟ حلو، الانهاء صار عندنا 93. نطور بعد الانهاء؟ اوكي نطوره بعد الانهاء، صار عندنا 96 يا ولد. طاقتي حاليا 79. جيد، المدرب ينزلني بدقيقه 61. 0-0، لازم العب المباراه حتى ترجع ثقه المدرب بي، يعني العب 30 دقيقه. يلا للمباراه. يلا يا مصطفى الى ارضيه الملعب يا ولد، خلينا نشوف شنو طالب من عندنا. تقييم 6.5، مهمه معززه 7/10. يلا يا رب. اوه جاي العب ار اف، يمكن خليني اس تي يا حبيبي. العب له يا ولد، هي مصطفى، روح بالسرعه، اضرب. حطها يا عمري. لا الحارس، شوفوا هنا التصويب. لو كانت على هذه الزاويه كانت ممكن تكون جول. يلا هجمه مرتده، العب مصطفى. يا سلام، اذا تلعبها طويله انت رهيب يا عمري. يا سلام عليك والله، عداها وعدت 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 وعدت، واضرب على القائم البعيد. جول 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 جول، هدف اول. 1-0 يا ولد يا ولد يا مصطفى. بالحلقه اللي راحت حسب ما شفته انه انا معدل تهديفيا، معدل الاهداف عندي جدا ضعيف الصراحه، فلازم ازيد الاهداف. شوف التصويبه قويه. يلا يلا يلا. لا مصطفى مرر، يعني مو الا الصوب. الله، والله عندي قدم يمنى سم يا شباب. ركز صديقي، ركز صديقي يا ولد. مصطفى روح العب الذاك. فاول يا حكم، ضربة حرة يا حكم. ما ينطوني اياها انا كالعادة، بالضربات الحرة ضعيف ولازم اتطور بالضربات الحرة يا شباب. اتمنى يحطها جول. العارضة، يلا. لا حرام. الله يستر. حلوة الدفاع. مصطفى غطي وياهم، لا نخسر الثلاث نقاط يا شباب. ركز مصطفى، لا تخلي صوب صديقي. صفر حكم، حلو نهاية المباراة، فزنا 1-0 بعد ما نزلت وأنا سجلت. جيد، أوه أنا أفضل لاعب بالمباراة وجاسبريني راضي يعني كل الرضا. يلا عندنا مباراة نابولي، أنا أساسي طبعا بهاي المباراة، طبعا كأس إيطاليا نصف النهائي. أوكي جاي ألعب أستيب. أوه مصطفى لازم تتألق لأم مركزك، لازم أتألق إن شاء الله يا رب أتألق بهذا اللقاء. روح يلا 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 العبها. ليش تتاخر؟ حلوه مصطفى. اسيست، لا الاسيست يا مصطفى لهذا مو ذاك. يلا هي اوه الحارس. اوكي احنا فايزين بالذهاب 1-0 يا شباب، فالتعادل راح ياهلنا بس احنا نريد الفوز ان شاء الله. اوب اوب اوب، لا 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 لا، الحمد لله اوت. حلو مصطفى اسيست جو. الله يستر. لا 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 لا، تركوه والله انطومه جاه. صار التعادل، صارت هسه كل الاعتماد على المهاجم. يلا يا مصطفى، يلا يا ولد، هي مصطفى. كيف يا الحارس، كيف يا الله. لا ابعد، الله ستر بعد. حلو الحارس، خلاص اشواط اضافيه حرام. روح اسيست، اضرب ضيعها. واحد يضغط. اوب 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 اوب. الله ستر الله ستر الله ستر الله ستر. روح مصطفى، حلوه حلو. لا 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 حرام يا الله على التصويبه. حاولت والله، باغت الحارس، هي عبرته والله باغتته، لكن ما باغتت العارضه. اوف اوف اوف، ضاع الامل وضاع الحلم الصراحه. ما راح نصعد برا النهائيه، ما اتوقع. بالبلنتيات صعبه. العب 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 العب. يلا ماكو احد، خلاص صافرت الحكم، نروح للبلنتيات. سجل ارجوك،
حلو حلو، يلا يا الحارس يلا يا الحق. لا انا يا ضربة ايدي يا ولد، لا ضيع. اوكي يا مصطفى جابها، والله جابها الحارس. يا الله حرام، خلاص اذا سجلوا نابولي تأهلوا للمباراة النهائية. يا سلام هوب ضيع. خسرنا والله. اوسبينا يا اوسبينا، خلاص تأهلوا نابولي لنهائي كأس ايطاليا. زعلان جاسبريني والله، حقك تزعل يعني، انطيتني القلب الهجوم وما سجلت، ما اعرف ليش ما سجلت، بس الفريق الصراحه اللي كان ضدنا قوي، نابولي قوي. مباراه كالياري مركز سابع، سكيب، خلينا نسوي لها سكيب يا شباب. فزنا 2-0، اوكي انا سجلت، لا انا اوب سجل سجل الهدف الاول بدقيقه 55، انا سجلته جيد. اوه انا افضل لاعب بالمباراه والمدرب راضي. هسه اعتقد مباراه اتلتيكو مدريد مباراه الاياب من دور 16 دوري ابطال اوروبا، هل اسوي تمارين؟ لا ما اسوي تمارين، ليش يا مصطفى؟ حتى اللياقه يا شباب، نروح مباراتنا ضد اتلتيكو مدريد وان شاء الله يا رب الفوز. خلينا نشوف المدرب شنو يعتمد عليه، يعتمد عليه كقلب هجوم بعد. راح اواجه ثلاث مدافعين، هامولز، خيمينيز وفيليبي يا حبيبي، والحارس اوبلاك للمره الثانيه على التوالي اواجه اوبلاك. على ملعبهم غلبناهم 1-0، هسه على ملعبنا مرتبط بالانتقال الى فالنسي الى اسبانيا شباب. بس اتلانتا جاي يلعبون دوري ابطال اوروبا، فالنسيا ما يلعبون ابطال اوروبا، بس ولو يا شباب اروح لاسبانيا حلو، اذا جالي عرض من اسبانيا ممكن انتقل ممكن. يلا يا مصطفى خلينا نشوف المدرب شنو طالب من عندي. جاسبريني يريدني، يريد تقييم 9 9 9 9 يا حبيبي، يريد استحواذ واستغلال الفرص، احنا اهم شيء نستغل الفرص واهم شيء يتاهل فريقنا لدور ربع نهائي من دوري ابطال اوروبا. طبعا هدفنا هو الموسم هذا نصف النهائي وربع النهائي يا شباب، واحد من عندهم. اوكي تذكرت بالحلقه اللي راح سجلت الهدف انا على اوبلاك، هسه تذكرت الهدف يا شباب، تصويبه قويه جت من فوق الحارس كانت رهيبه. لا 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 اوف 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 بلعنا التعادل والله. بالدقيقه السادسه اتلتيكو مدريد يعادلوننا عن طريق ماركوس لورنتي، هجمه مرتده، العب تاخر يا حبيبي، العبها مباشره جوه. اوه لا 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 أوه. والله تاخرت ما لعبت لي. 2-0 يا حبيبي، اتلتيكو مدريد جاي يجلدوننا على ملعبنا. هذه المره الهدف عن طريق كريزو، تصويبه قويه. لا 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 شوف 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 يا حبيبي، صارت 3-0 يا شباب، الفارق هدفين على اتلتيكو مدريد. خلاص 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 صعبه المشكله. هسه المدرب يعتقد ان السبب من عندي انا قلب الهجوم، بس السبب مو من عندي، وسط ما جاي يصنعوا لي كرات، ما جاي ينطوني اي فرصه. شو الفرص اللي اتيحت لكريزمان رهيبه، بس انا ما حصلت فرص حلوه حلوه. روح 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 مصطفى، تقليص الفارق يا الله. يلا العب يا عمري، روح مصطفى روح مصطفى، تقليص الفارق يلا هو اوبلاك. مصطفى شوت شوت يا ولد. لا دقيقة 77 شباب، هسه يلا هجمتوا، هسه يلا تهجمون، يلا العب له، ارجع لي خذ شوت يلا يا سلام، خذ العب هناك يا ولد، خذ ابلع يا ابلع يا. وبعدين مع هذه الكرات روح مصطفى يلا شباب. يا حكم احمر احمر يا حكم احمر يا ولد، ايه احمر، ابلع ابلع جوافلي. يلا يلا 3 دقائق يا شباب، 3 دقائق يا شباب، حافظوا على الكرات، حلوه حلوه حلوه، العب على الطرف يلا يلا، ارفع ارفع يا ولد، هي 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 باخر دقيقة، الكرة 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 مصطفى، الكرة اخذ الكرة يا ولد، اخذ الكرة يا حبيبي، اخذ الكرة. حكم حكم 4 دقائق انطينا يا حكم، 4 دقائق انطينا يا حكم. الله 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 مصطفى، يلا 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 يلا، العب 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 يا ولد، العب يا ولد، انطيني واصعد اصعد اصعد اصعد، ادخل 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 ادخل، يلا 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 يلا، عرضية ركنية، اخر فرصة خلاص يا شباب، هي الفرصة الأخيرة يا مصطفى، هي الفرصة الأخيرة. ضاعت 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 ضاعت، واحد واحد يحصل خلاص، حرام 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 والله، كرات العارضة وضيعنا. الصراحة كانت مباراة جيدة، مباراة جيدة تعتبر، خرجنا من دور 16 من دوري أبطال أوروبا، من أول مشاركة إلي بدوري أبطال أوروبا، مدرب راضي. بس خلاص يا شباب الموسم خلاص يعني، راح نسوي هواي سكبات مباريات الدوري بس القوية، هاي اليوفي نلعبها ونحاول نطلع إن شاء الله من الفريق إذا جانا
نعرف. طلب انتقال من اجلك نادي فالنسيا. اوكي اوكي اوكي. طيب فالنسيا وين ترتيبكم بالدوري؟ فالنسيا حاليا وين؟ فالنسيا حبيبي فالنسيا بو 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 بعاد 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 يا شباب. فالنسيا بالمركز 12 بالدوري الاسباني، يظهر فريق تعبان. يعني من الخطأ انه اطلع من اتلانتا اروح لفالنسيا الصراحة، فراح ارفض اكيد طلب فالنسيا يا شباب. انا مضطر ارفض، يعني مستحيل راح اقبل اطلع واروح لفالنسيا وانا جاي العب باتلانتا بدوري ابطال اوروبا وفريقي جاي ينافس على الدوري الايطالي. يعني احنا حاليا بالمركز الرابع بالدوري الايطالي وماكو فرق تقريبا على المركز الثاني. مباراة يوفنتوس المتصدر، يلا نلعبها ويا رب الفوز على اليوفي. انا بعد قلب هجوم الحلو، المدرب صار يوثق بي كثير. اوكي للتقييم من لعبة مهاجم لحد الان ما سجلت هدف، هدف واحد ما سجلته وانا بمركز قلب الهجوم، فان شاء الله احاول اسجل. يلا صنعوا لي كرات يا شباب شباب. اوكي اوكي اوكي، هاي التدخلات قوية على قدمي يا حكم، يعني صبعي استوى راجع من الإصابة. صبعي لو أنا راجع من الإصابة، صبعي كان مصاب وطاب الحمد لله. حلوة، يلا يلا شباب العب العب جوا. مشكلة قصيرة أنا والله، العب لي. يا سلام عليك، حلوة مصطفى. فاول 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 يا حكم، فاول فاول، هذه واضح أنها فاول. خذ خذ. لا شلون يا الله، ما محظوظ هذا اليوم اسجل ولا شنو؟ شوف 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 الكره كيف علت العارضه يا حبيبي. لا حارس، حلوه يعيد الكره مره اخرى، خطير، حلو حلو الحارس. روح يا ولد، يلا العب العب يا حبيبي، العب العب العب, العب, العب يا عمري العب. يلا روح الهدف الاول 1-0 يا سلام. شوف 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 اللفه والدوران، وحطيت على اليوفي يا شباب، حطينا هدف رهيب على يوفنتوس. لازم احافظ على النتيجه، مو انا والله الفريق لازم يحافظ. الله يستر، حلوة الحارس. خلاص صفر، نهاية المباراة، فزنا يا شباب، فوزت فريقي على نادي يوفنتوس على المتصدر ليفل 13. اوكي خلينا نزيد الرشاقة والمراوغة بعد مرة المراوغة. اوكي حلو، وخلينا نزيد التوازن بعد شوي. سمبدوريا سكيب، احنا حاليا بالمركز الرابع، فرق 3 نقاط على اي سي ميلان و6 نقاط على نابولي. فزنا 1-0 بس انا ما سجلت، واعتقد المدرب شوي زعلان. اوكي مباراة نابولي اللي خرجنا من الكأس واحنا خرجنا بعدها من دوري ابطال اوروبا، هسه مباراتنا ضدهم. اذا فزنا عليهم راح نقلص الفارق معاهم الى نقطة واحدة يا شباب بالدوري الايطالي، ان شاء الله يا رب الفوز، وراح يصير فارق جدا قريب على يوفنتوس. كالعادة جاي العب قلب هجوم، نروح للمباراة مباشرة واتمنى ان شاء الله الفوز بهذا اللقاء. لا لا لا، شوف الحارس جاي يسوي، يا حبيبي يا حبيبي. حلوة، جول جول، بو 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 بو. لا 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 القائم، لا يا القائم، يا الله على هذه التصويبات الرهيبة. ارجع لي يا سلام، يلا يلا يلا، وبعدين مع العارضة، وبعدين مع العارضة يا ولد، يا الله شنو هذه العارضات. روح مصطفى العب، يا سلام طويلة. شوف شنو هذه اللعبة يا ولد، أرجوك لا تضيع هذه، أرجوك لا تضيع هذه. يلا يا مصطفى عط يا حارس. خلاص صافرة الحكم، نهاية المباراة صفر، يلا صفر لا يجعلين هدف. ما فريقنا والله الصراحة يا شباب أداء ضعيف ضعيف، أداء جدا هجوميا. الحمد لله الحارس، والله دقيقتين زيادة عن الوقت. يلا بعد صفر صفر يا حبيبي، نهاية المباراة صفر صفر. اوكي مباراة هذه سكيب، فزنا 3-0. انا يا رب انا ما سجلت، المدرب اكيد زعلان، والله زعلان المدرب. فيرونا بعد سكيب، احنا حاليا مركز رابع 60 نقطة، اليوفي المتصدر 65 نقطة. فزنا 2-1، انا سجلت هدفين، جيد جيد ثنائية بهذه المباراة، جيد جبت لهم 3 نقاط. فيورنتينا بعد سكيب، لكن قبل ما اسوي سكيب يا شباب عندنا 4 نقاط مهارة، خلينا نضيفها. اوكي دخل لي حركة مهارة 4 نجوم، التحكم بالكرة بعد الرفعة شوية. طاقتي حاليا 80 جيد. فزنا 3-1 يا رب لا انا ما سجلت. اوب راضي علي المدرب، جيد. طيب من هداف الدوري الايطالي؟ اوه لاعبنا 16 هدف، انا كم عندي؟ انا يا شباب عندي 9 اهداف بالدوري الايطالي، والله الرقم شوي قليل. انا لاعب 28 مباراة مسجل 11 هدف 7 اسيست. اليوفي حاليا بالمركز الرابع، ونابولي هم اللي والله نابولي قوي، نابولي قوي حيل قوي، فرق 4 نقاط بيننا وبينهم. فزنا 3-0 على سبيزيا وسجلت انا الهدف الاول، يا رب راضي. جاسبريني ان شاء الله راضي، خلينا نشوف بس راضي ولا لا. ما راضي والله
والله زعلان. اوكي خلينا نشوف جدولنا، كم مباراه بقت لنا بالدوري؟ بقت لنا 4 جولات، عندنا مباراه ضد الانتر، هي المباراه الوحيده اللي راح العبها يا شباب من ال4 مباريات. اوكي احنا بالمركز الثاني حاليا، او رجعنا للثالث لان اليوفي تصدر فرق 3 نقاط يا شباب. اذا فزنا بهاي المباراه ممكن نتصدر فرق الاهداف، بس نابولي هسه عندها مباراه ممكن ترجع تتصدر، بس احنا يا شباب ممكن ناخذ المركز الثاني فرق الاهداف. المن فرق الاهداف؟ انه والله انه فرق الاهداف تعادلنا بالنقاط 3-1 وانا ما سجلت، انا ما جاي اقدر اسجل للعلم، كله جاي العب قلب هجوم، لما صرت العب قلب هجوم ما صرت اسجل. يلا مباراه انتر ميلانو، احنا بالمركز الثالث فارق 3 نقاط على يوفنتوس المتصدر، بس اذا فزنا بهاي المباراه يا شباب راح نتصدر حصل على جائزه افضل لاعب في شهر ابريل. انا يا شباب افضل لاعب في شهر ابريل. اوكي الانتر بالمركز السادس، معناته مو اقوى فريق، معناته نقدر نفوز عليه ان شاء الله. فخلينا نروح لمباراتنا ضد انتر ميلان الجوله ما قبل الاخيره يا حبيبي. الفوز بهاي المباراه راح يخلينا نتصدر، مباراه حسم تقريبا مباراه حسم يا شباب. تقييم 7.5 يقول تحقيق معدل استحواذ للفريق 55%. يخطأ لعب حلوه، هدف اول يا شباب. اعطيها خل العب له وحده يا حبيبي، اعطيها خل العب له وحده، خل العب له وحده. مصطفى العب لهذا، يا سلام ليش تضيعوها يا شباب. سجل سجل، خلاص خلاص خلاص، مدربنا داخل بقوه، اعتقد اللاعبين كلهم جاي يهجمون. لا 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 لا, لا. شباب اذا فزنا راح نتصدر يا شباب، ركزوا. يلا 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 مصطفى جول. روح مصطفى بالسرعه، فارق السرعه الرهيب، شوت. وبعدين مع هذا الحارس، ارجع ارجع يا ولد، ارجع ارجع يا ولد، ارجع ارجع. خلاص 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 خلاص، اخيرا اخيرا تجي، كل مره بالعارضه كل مره بالعارضه، خلاص تعبت وهي تجي بالعارضه. والله يا انها كوره، شوف بالتسعين حطيتها خلاص. لا بو بو بو، حارس 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 عملاق. حلو مصطفى، يلا روح سجل، اسيست 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 اسيست، جول. الله لا 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 لا، يا هو جول، يا هو كوره، يا هو هدف، يا سلام. شوف 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 يا حبيبي، كم المسافه هاي؟ 45 متر ولا ايش قد يا شباب؟ لا يا خلينا نكون واقعيين، 43 متر تقريبا، 42 متر. لكن شو بابا جول، عالمي يا ولد عالمي. خلاص ختمت الموسم يا شباب، المفروض ينطوني جائزة بوشكاش على هذا الهدف، يعني الجائزة أفضل هدف بالموسم، صراحة هدف عالمي يعني هدف تاريخي. يلا يا حبيبي هذا أجمل هدف في مسيرتي، هذا أجمل هدف في مسيرتي حاليا. روح روح مصطفى، لا حكم حكم، خلينا نجيب هاتريك يا حبيبي. صفرت الحكم 3-0 على انتر ميلان، اتوقع هسه احنا بالصداره، باقت لنا جوله او جولتين على نهايه الدوري، لازم نستمر بالانتصارات حتى نحقق لقب الدوري الايطالي. اوكي نابولي بالصداره يا شباب، الفرق نقطتين، كم جوله باقيه؟ باقت لنا جولتين يا شباب، يا رب يتعثروا نابولي يا رب. اودينيزي سكيب يا رب نفوز بيها، ليفل 15 6 نقاط مهاره. شباب ايش رايكم نطور شوي بالضربات الحره؟ يعني لازم المدرب شوي ينطينا ضربات. قوه التصويب صارت عندي 96، وبعد ضربات حره يا حبيبي قوه التصويب صارت عندي 99، ضربات حره عندي 59. خلينا نزيد ركله الجزاء عندنا بما انه ضيعنا البلنتي، خلينا نزيدها شويه ضربه الجزاء. فزنا على اودينيزي 2-0 وانا سجلت الهدف الاول. يا رب نابولي يتعثرون، يا رب يتعثرون نابولي، اذا تعثروا ونقدر ناخذ الدوري ومتعادلين بالنقاط. وليش ليش هم بالصداره؟ المفروض احنا نكون بالصداره يا ولد. اوكي المباراه الاخيره ضد تورينو يا شباب، المباراه اللي ممكن تنطينا لقب الدوري، اخر جوله بالدوري الايطالي ضد تورينو، 78 نابولي 78 فرق، انه والله الفرق انه اوكي. ياخذون على شنو ياخذون؟ شباب احنا المسجلين اكثر، احنا المتلقين اقل، الفرق انه كل شيء انه، ويرجعوا نابولي هم بالصداره ليش؟ يعني لان خسرانين 5. نتائج المباشره بيننا وبينهم يا الله حرام. يلا راح العب المباراه ويا رب يتعثرون. يلا شباب ما عندنا شيء غير هذه المباراه، جلد 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 جلد، وان رحنا نخسر يعني المركز، اهم شيء نفوز بالمباراه. روح سجل، هذا اسيست هذا اسيست. لا يا الله عارضه، خذ يلا يلا. لا ليش ليش يا شباب؟ لا 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 حلوه، لا 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 لا
لا الدوري يا شباب، الدوري يا شباب، يعني تخيلوا نخسر بهاي المباراة ويروح نابولي يخسر أو يتعثر، يا الله شلون حظ. شوط أول 1-0 لتورينو. هي يا مصطفى مصطفى، يا سلام، خذ، يلا يلا شوت، شوت، صعدوا صعدوا شباب. مصطفى 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 مصطفى، وين 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 وين، صعب المرور، الله، روح 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 يا ولد يا ولد يا ولد، جول جول. لا 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 لا، روح روح يا ولد، يلا يلا يلا، يا سلام، روح مصطفى العب له، روح يا صديقي، هي هي آخر فرصة، آخر فرصة، آخر فرصة، آخر فرصة، آخر فرصة، خلاص خلاص. آه والله حرام 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 يا تورينو، حرام يا تورينو، طول لقب لنابولي الصراحة. ما أدري نابولي هل تعثروا أو لا، نابولي تعثروا وإحنا نرجع للمركز الرابع بآخر جولة، يا الله. ميلان هم اللي أخذوا لقب الدوري، يوه على هذه الغرابة. لو فزنا بالمباراة يا شباب كنا أخذنا البطولة. عندي 13 هدف بالدوري، المتصدر عنده 18 هدف. من أخذ كأس إيطاليا؟ نابولي. خلينا نشوف بطل بطولة دوري أبطال أوروبا، مانشستر يونايتد. أوه أتلتيكو مدريد، ويا من خسرت. فايزين على الأنتر وربع النهائي، بنصف النهائي خسرانين ضد اليونايتد، والسيتي فايز وخسران بالنهائي ضد اليونايتد. ديربي يونايتد كان نهائي دوري أبطال أوروبا. هداف الأبطال كريستيانو رونالدو ب 12 هدف. اوكي شباب، 33 مباراة، 15 هدف، 7 اسيست، الاحصائية كموسم اول تعتبر جيدة لا بأس بيها، بس ان شاء الله يا رب يجي لي عرض يعني من نادي كبير ان شاء الله بفترة الانتقالات باذن الله. فبس والله اعتقد اللي هنا استكملت المقطع، اللايك الاشتراك تفعيل زر التنبيهات، الحلقة الجاية ان شاء الله تكون حلقة انتقال يا رب اذا جانا عرض رهيب. بس والله لايكاتكم اشتراك كل ساعة، في امان الله.